قبل ما نبدأ معكم الفيديو كاينه واحد الصفحه باسميه ديالنا وصال وعلي في الفيسبوك. احنا ما عندناش صفحه نهائيا في الفيسبوك، وهذا السيد هذا خانه ولا خيتي اللي عمل صفحه باسميه ديالنا، وزياده على ذلك كياخذ الفيديوهات ديالنا كاملين. انتم ما تشوفوها في الصفحه هذه اللي كتشوفوها، راهم كاملين. شوف شحال من فيديو اللي كما كنحطوا الفيديو كيهزوا كيديعك وكيشوفنا. دابا اول حاجه عاد بدل السميه بالباج وعاد مسح دوك الفيديوهات، والا عنتبعك قضائيا. واش اسحاب لكم هادشي فيه اللعب؟ راه شحال منكم عدد اللي كينتحلوا الشخصيات ديال الناس راهم في الحبس. والله العظيم الا ما بدلتوشي هاد ديك السميه ومسحتوا ديك الفيديوهات، الا كونوا مأكدين بلي عنتبعكم قضائيا وهادشي ما فيهش اللعب. الصفحه الثانيه اللي كتشوفوها هي عاود جبالة دوريجين. شنو كيعملوا؟ ماشي كيبارطاجيو الفيديو عندهم ما في الصفحه، لا، كيهزوا فيديو وكيكتبوا عليه نفس العنوان. شوفوا حنا شنو كنعملوا، احنا معاكم هنا، احنا معاكم هنا، احنا عندنا الانستغرام وعندنا يوتيوب فقط. ردوا بالكم هذه الباجات نصابه، علاش؟ الناس كيسحب لهم باللي احنا بالصح، وكيدخلوا عندهم وكيهضروا معاهم، كيصيفطوا لهم ميساج في فيسبوك، وكيزيدوا كيصيفطوا لهم الفلوس على انهم حنا بان اللي كيعملوا مبادرات، راه الناس مساكن على نيتهم كيسحب لهم حنايا. دابا انا شكون اللي فتح لي ودني في شكون اللي هذيك اللي مزيان؟ واحد السيده مسكينه من هولندا، السيده من هولندا قال لي راني صيفطت لكم، جاوبتوني شي عصيفط لكم شي حاجه ديال الفلوس. اي هذيك صيفطت لي مسكينه في الواتساب، قالت لي راني خليت لكم ميساج في فيسبوك باقي ما جاوبتونيش. قلت كيفاش فيسبوك ما جاوبتونيش؟ قالت لي عندكم صفحه بسميه وصال وعلي. دخلت جبرت جميع الفيديوهات اللي عندنا كاينين في ديك الصفحه سميه بحال القناه ديالنا وصال وعلي، العناوين كتكتب لهم نفس العنوان اللي كنكتبوا حنايا. قلت اذا ملي هذا الشيء هذه، ملي هذه السيده هذه على نيتها وصيفطت لهاد الناس هادو، اذا بزاف ديال الناس غيكونوا نصبوا عليهم وصيفطوا لهم الفلوس غيكونوا كيسحب لهم حنايا. المهم ردوا بالكم هذوك راهم نصاب، هذوك نصاب باش تكونوا عارفين. اي سميه جبرتوها بوصال وعالي سواء بالفرنسي ولا بالعربيه او فيديوهات ديالنا او تصور ديال الفيسبوك، فنحن غير المسؤولون عنها بتاتا. هذوك كينتحلوا الشخصيات ديالنا نصاب، باغيين ينصبوا بالسميه ديالنا حنا. وحنا كما قلت لكم ما عندناش نهائيا صفحه في فيسبوك، عندنا انستغرام اللي كتشوفوا في اخر الفيديو دائما، وعندنا لاشين يوتيوب هذا اللي كتتبعونا فيها دائما. المهم انتم تشوهتوا باش تعرفوا راسكم شنو كاين، وربي يخلصكم. هي الصفحه الوصال وعلي وهذه الدوري جمعه الى جيب الله في الاول ديالك. بزاف ديال الناس كيتيقوا كيسحب المحنة. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ هانيين كلشي بخير، واش راكم مبروكه؟ دابا كلشي كيتسائل كيقول واش عندي مشي فار؟ لا الذبيحه ضرب على القزور، لا شني كاين؟ هذا ما راه يفرقون في سبيل الله، راه كاين الناس اخوتي كذا كل لحم من العين للعيد، وكاين الناس اللي ما تم العين ما كيعيدوش مساكن. كمل بعد. وهذوك ان شاء الله غندوروا عليهم بواحد الكيلو واحد، كيلو كيلو يصحروا به ان شاء الله، عاون فرحهم باللحيمه في رمضان في سبيل الله. كلشي لله، ها فلوسكم في كيمشي، ها هما الفلوس ديالكم اللي كنشبروهم كتكلفونا حنا كوسيله كنعملوا داك الشيء اللي علينا كمال على الله سبحانه وتعالى. باقي عندنا صوب وش لا حوايج ان شاء الله، ماشي غير هادشي كاين الخير. شو صار؟ شو صار على السمانه؟ تبارك الله، تبارك الله، الكون الكون بالله. بارك الله على شحنا عند. اه محمد قطع على هذيك ونفخه، قطع على هامي هامي. السلام عليكم، صلاح النور خوتي المشاهدين المغاربه الاحرار خارج الوطن وداخل الوطن، الله يرفع عنا كورونا ويرجع ربي المال جراه ونبقاو نشوفوا بعضياتنا. توحشنا الحباب، العائله، الزريعة، كل شيء توحشنا. والله تعالى وتبارك فتح لنا الالم، هالوباء الله يرفدوا الجبل اللي طلق فيها رجع ليله، ما يخلق يرجع للبلاصه ديالها. والله يطول في عمركم، ومبروك على الواشر، رمضان مبروك مسعود، ويخرج ربي على رمضان بهالوباء يمشي بحاله للتاسع، ويحيى سيدنا سيدي محمد ملكنا ملك المغرب محمد السادس. العائلة المحترمة مع بعياته ديال الله. بصراحة
لا تبعي جاري كيحي الدغي عند المرأة كبيرة كينو حي الزرم خيرا مخمسة شوف هالرجال ديالك جيب لنا الشطار نشطبوا على هذيك ويصال الشطار ديال العواد شحال هذيك ساعة لا لا هذا إلا إلا كبير تعال عالم هذا حيطور شي عالم موجود هذا ضروري الحاجه سمينه الا ما خليناش غير رقم لي الحاجه سمينه ضروري عليها اللحم المهم دابا نقطعوهم المهم خليكم معنا ما تزبطوش 22 قبيل 22 عرجع قال 20 دابا عرجع ديك 22 هذه قال عفوا انا عطيت 22 التي قال بشحال عن جبرو فيها وقطعت لا على عمله على وريني ديك الفخذ قلب ديك اللحم شوفوا من اللي قطعت الخير الخير الله بحدها شوفوا على اللحم كيف عامله النقاوة الحاجة نقية فلح الحاجة الفلح البلدي البلدي هذا الحولي بلدي طلع طلع زي واحدة أخرى ما ميهوتشي شحال قلتوا فيها 22 اخا سيدي احنا غنشوفوا واش 22 بصح غتجيبوا هذه ريت ولا والا واش مسلوق لكم واش عاد عرفوا هذه ما عرفوش البيس هذه واش البيس هذه عرفوها ولا لا مالو هذا الميزان فين 28 كي قلت 28 ها الحساب فين انت قلت 28 هذا شكون قال اي والله وزن لنا داغيه ايوا قلت راه دابا واحد هايز تقال اخرين يتغنوا على طوال يا انا وزنت بها احل مره لا لا راه هنا محمد انا تيليجرام يا ودي جرامل يا ودي المعلم وياه ابقى فيها شي 24 ان شاء الله حنشوفوا معكم الميزان 25 دور الميزان لهنا محمد باش يشوفوا لنا صافي بارك الله جرام هذا الجرام هذا ما يحشوش هذا الجرام السنتي نقولوا 60 غرام 70 غرام 80 غرام هذه تخلي القطعه تمه قطعه تمه خوت لا كاش ذبيحه كاش سليقه كاش تقطع ديال اللحم ها هو قال له كان شي عراسه في الجوق عاول والجو لا الجو والله انا من هنا كاش اللي هي فوقها هذيك في الوقت لا 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 انا خاصني البيزا انا خليني يهديني عليه قال لي قال لي ممكن نجزر في نفسك ونقدم نقدم واعره نقدم الضرب راح تم مقدم الا وديق على احسن من قبل احسن من نبعث هذا الهندي صحيحه هذه الجاشي بحالي يا هو كيف كيف طبعا نقطعوا اللحم اللي غنقطعوه كامل غنخلطوا اللحم كامله ونوزنوا شوف ما كنت هاملي غير بدي مخلطين دابا بدي مخلطين هذه الضرب طرف من هذيك وهذا نقطعوا في الجميله وطرف من هذيك نقطعوا في البانيو وهذاك ومن بعد بدي اربع طروف ونخلطهم من بعد بخرج كيف بدا هنا هذا الريوس والكرعين خليه باقيين واحدين مع الدواء وريح صباح الخير عليكم كيف انتم لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى ان تكونوا كاملكم بخير على خير انتم دابا كما كتشوفوا انت معروفين باش معروفين بالدواره والريوس دابا غنسلم عم الدواره وديك الساعات غنضروا نشطوا الريوس انا والرقيه تبارك الله اربعه دابا حنا عيك خدامين كنخففوهم مع كل الربع بزاف وشويه الدواره مسخه هيدا ديك ساعتي عاد نقيها في البرمه فوق الفرن وتغلي ديك ساعتي عاد نقطعوها
شباب بارك الله الله يعطيك الصحة يا سيدي. معلومين بعد الصبر والمساهمات ومساعدة البعض ماشي اللي كاين يا أسرة محترمة عائلة كاملة عائلة. السلام عليكم ورحمة الله من شعبان رمضان ولا هذو على العمومية هذو اللي كتشوفوهم معايا هنا في الدار على العمومية العائلة تحية المشاهدين ورمضان مبارك سعيد يدخلوا الصحة والسلامة والعافية ونطلب الله تعالى بركة هذا الوباء وهذا آمين وهذا الألم اللي كاين ونطلب الله خير في آخر نطلب الله الخير عود ما عرفناش الخير فيناه في اللي كاين عندك الصح الإنسان ما عرفش الخير فينا هو إلى أعطاه تحية المشاهدين بارك لهم رمضان كنشكر المشاهدين كنشكر الحمام على المساهمة وكنشكر الناس اللي كيساهموا في هذا الشيء هذا وحنا بأن كنساهموا في هذا الشيء هذا الله يرحم والدي الجميع والله يرفض علينا هذا الداء شكرا المشاهدين السلام عليكم تحية خاي مصطفى قولي بخير تبارك الله ها هي على الهبرة على الأحباب على السوبر على السوبر الله يعطيهم الصحة جميعا ارجعي وجيب البانيو اخر عندك تسمح به بقى واحد جبنه بقى واحد جبنه اخرى لين بنجيب بقى تما شو نجيبها لك الساعه بني سفره محمد طلقوا اللحم تبارك الله تبارك الله الخير هذا تبارك الله هذا الشيء اللي نشوفه قطعوه ما خاش طابله خصو يكون مريقل في اللوطه ما مريقل ياك جبتو انا في 86 من عند المرسم عند الهليفه ولادريس انا الميزاخه هذه انا جبته من باس انا في ديك الوقت هذا هذا عنده 15 علاش 15 الكيلو اللي عنده 10 شحال هذا باش شحال عنده مسنا الميزان اللي جبته انا شي 34 سنه باقي مريقل خدام باقي الدوري يجي ما دايرش خد هذا خد هذا حتى فاض انت بالحاج على المركي هذه هو خاه خذ هو لا خذ هذا معدن واحد زيد 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 شو تبارك الله الشحن الخير الخير شو صلى على النبي هذه خصها هذه راه لا تمشي مش بلاتي زيدوها لي جرى مع رجلك جرى مع رجلك يا احمد جرى ما خليه يعدي خلال الباب وصافي هاي ماشي 86 هذا فوق 86 وشيني عطى قطريه مع كيلو انا بدي كيلو 40 هذه الشحمه شحال مخرج هنا عطريه مع الحين خرجنا مزيري تا 60 الحال 65 كيلو اي صافي برضه خروج 60 الفوق 60 الفوق خلفنا 60 اوه يا صاحبي السلام عليكم وعليكم السلام صافي وصلت مع الرياض شوف شوف عندنا ما الضحك الضحك يضحك تشيز يا شوف اخر في الدماني والضحك شنو خدامه هو السلولي هو السلولي والرجلي يعطيك شويه طواعر الله يعطيهم الصحه اما قال لك ما تبغاش يمشي فيها دابا صات لا سميره اما ما تبغاهاش البن كتبغى البن ماشي مشكل تبينا لمسميره حنا بغينا نبينوها زعما نقلبوا ولا نقلبوا تنزوجوها قلبوا ولا شي راجل ساعه اي سمير ساعه والو قصيده ما غاتش قتلك والو اما ما تبغاش
السيلفي واعي يا محمد. يا اخي خليها معوجه. واعر يا عرف تضحك. حد بنت لك الصوره في السناب. سناب شات. سناب شات دوري هذا اللي يعمل لك. خلاص صافي بدهوت. الله يعاون. الله يتقبل الصحة. الله يتقبل. الله تبارك يجعل كل شيء في الميزان مقبول. امين. اختر خير المؤمنين ديساهموا بالخير. والله تعالى وتبارك يرزقهم الصحة 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 جيدة على طول العمر. يجعل قد الصحة قد قدر العمر. ما يتعذبوا ما يعذبوا. أنت الله يعطيك الصحة اللي تعاونت معنا في هذا الخير. وشكرا بزاف. عمي حمد ما عندك شيء الزريعة هذا الكراف وصدق فيه. زريعة؟ أعطوني عشي معلقة معلقة. زريعة؟ كاين. هي عفشة صغيرة. تغسل البنيوات ضروري. عرض هي خدامه دابا هذيكنا الدوار عملنا لها الملح وخليناها ترقد. وهي خدامه هي وسميره كيشف الريوس والرجلين. وانا خصها هذا السطور البنيوات اللي تعمروا بالدم باش ما يبقاوش باش ندخلوا حنا مره واحده. خاطر شفت الخضره راس السوق. عمودي حمي كيجي لك الخضره واعر. كلشي على التهلو. كلشي على التهلو. كلشي على التهلو. وانت كيلو جايه. كنعملوا كيلو للحم وكنزيدوا معاه واحد الطريف من هنايا ديال الشحمه. ديال الشحمه. قيعه كيلو كوم رايقل ما عملش هذيك برم. ضروري هذيك برم باش اخر جبر عاود مسكين عنده خمسه العيال وسته. يلاه يلاه يكفيهم في الطنجره. هانيشن. كيلو للحم كاين 70 درهم اخر. يلاه يلاه عشيه. أجبار تبارك الله أسرة كبيرة في الدار. يلا قدوا للسحور. يلا يجي مع السحور. يلا يجي مع السحور. ساليتو ديك الريوس بالتشويطة باقي يوس. ما جالسين. ما عندهم الشعر في راسهم بزاف الرخمة. ما ماشي شطار عطاهم الخطر وزيد. الشيطه ديال المواعر. وينو هاك الشفرة اللي ما بغيتش. لا باقي باقي شي حاجه. شحال خرج لنا علينا شو لنا رجعوا خرجوا تسالوا بعد العبر كامل وعاد نحسبوا المكيكين نشوفوا شحال. يا ربي صدق كيف خرج 100 الكيلو. لا لا بزاف. 4 القزرع خرج لك 100 الكيلو خصها يكون فيها 25 في الوحده. صافي كما شفتوا دابا راحنا سالينا. شحال محمد صرح لنا شحال حسب ديال المكيك شحال هنا من كيلو؟ خرجت لنا 88 كيلو. تبارك الله. ولكن كل كيلو كوزايد هذيك بالشحيمه ديالو ديك 200 غرام ولا 150 غرام. هذا واحد الخير حيت كنعملوا كيلو ديال اللحم وكنزيدوا معاه واحد الطريف صغير ديال الشحام. هذا واحد الخير تبارك الله. والله العظيم الا ربي حضر فيها البركه. كنا كنقولوا على الطاق واحد 65 كيلو ديال الحمل المجموع ساعه. تبارك الله 88 كيلو خرج. شوفوا هادشي هدايا 88 كيلو خرج. الكبده ما حاسبينش فيها الكبده والدواره والراس. يعني هذه اللحم محيد منها الراس ومحيد منا الدواره ومحيد منا الكبده. الله يعطيكم الصحه. شكرا اخوتي. الله يعطيكم الصحه. الله يخلي الصحه اجعل كل شيء لله. امين ادي العموم. الله يحفظك. شحال قلت لك بنضربوا فيه من ساعه؟ ثلاث ساعات. كثار ساعات راه كثار. انا قلت لك عشر ساعات. ونعيونا وبزاف بينا. تبارك الله واش حابينا والشليط ماشي زعما كاين شي راس. بردتي ما قدرش يصاغوا لنا صافي. لا انا عازت عليا في الطراك هالنهار. شكرا لكم بزاف. شكرا للناس اللي كتساهموا ولو غير بكلمه طيبه. شكرا للناس اللي كتدعي معنا. وشكرا للناس اللي مصيفط لنا الفلوس. كنشكركم بزاف واللي من خلالهم قمنا بهذه المغادره الطيبه. وشكرا للناس اللي كتشاهدنا من داخل المغرب وخارج المغرب. الله يرحم لكم الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يعاونكم.